أكثر شيء تم ذكره بعد يعني أن ورد اسم الكاميرون كمنافس للجزائر في الدور الفاصل هو التاريخ والإحصائيات والأرقام. قالوا بأن الكاميرون تعد الشبح الأسود بالنسبة إلى المنتخب الجزائري، لأنه بحسب التاريخ لم يسبق للمنتخب الجزائري أن فاز على الكاميرون في أي مباراة رسمية، بعد أن كانت هنالك 7 مواجهات في السابق توزعت بين 5 انتصارات لمنتخب الأسود غير المروضة وتعادلين. إن شاء الله هذه المرة نروض الأسود، إن شاء الله هذه المرة نروض الأسود. بصح مانيش حاب نهضر هضرة ومن بعد النهار اللي يصرى مثلا لا قدر الله الإقصاء نعود بدون نتباكى ونشتكي. الكل الآن يقول بأن المنتخب الجزائري عليه دور هام وهو ترتيب البيت الداخلي.